صعيب القدير، خصوصا دابا وليدات وزيد 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 بزاف اه ما قولي بزاف بزاف بزاف. خدمتي في مشاريع زويونين اصاحبي، راه ماشي ساهل تكون دوك الخدمات، راه ما ساهلينش باش نقول لك، ما ساهلينش بزاف. ماشي كان الظروف ديال الاب ديالي ولكن مسكين مريض مكورة. خليك معايا اخويا. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معي في هذا البث المباشر. اب ديال ثلاثه ديال الوليدات كيعيش ازمه ماديه خانقه مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، خصوصا بعد وفاه الاب ديالو اللي خلى ليه، اللي كيقول انه خلى ليه 500 هكتار اللي كان الجد ديالو شريك فيها مع احد المعمرين. هاد 500 هكتار ديال الاراضي كيقول انه تحرم منها وعايش قمه الفقر. سمعوا القصه ديالو مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، هو للمساعده فالرقم ديالو هو اللي موضوع على هذا البث المباشر. غادي نخليكم مع هاد الشاب هذا واللي هو اب لي ثلاثه ديال الوليدات. ظروف كانت فوق الطاقه ديالو. غادي نحملوا نقربوا من القصه ديالو، كيفاش هاد القضيه ديال هاد 500 هكتار وعلاش حتى لدابا عاد تحركوا ليها وعلاش حتى لدابا عاد قلبوا عليها. نعم خويا تفضل نتاع المباشر. كنت هذيك الساعة درت للولد ديالي العملية. اسمحوا لي الاخوة الله يكبر بكم، ما مولفش انا تنهضر هكا. معكم العزوز عبد العالي، مدينة مكناس، وكنحب هذه البلاد وتنحب الملك ديال الله تعالى شافيه ويخليه لينا، تيحب حتى هو هذه البلاد وتنحبوه حتى حنا. كيفاش وقع لك اخويا وكيفاش خلى لكم هذا الوالد؟ كيفاش اكتشفتي ان الوالد خلى لكم هذه البركه؟ انا واحد الاكتشاف ديالها غريبه دي جيك. كيفاش كانت جاتني ظروف قاصحه، يعني كان الولد ديالي مرض ليا و تعرف الانسان كيخدم بدريعاتو، يعني كنت خدام داير بيع وشريه المهم خدام الحمد لله ما نقولش خير الله، كنت خدام كنصور نهاري اللهم لك الحمد عايش الامور ديالي مزيانه، كون ما كانش عايش الامور ديالي مزيان ما نديرش ثلاثه الابناء، المهم مستقر ما عنديش وما خصنيش. يا هذيك فاش جات الظروف ديال اللي قصاحات عمتي جبدات لي شي وريقات، قالت لي ولدي واحد وريقات ولدي وراه لقيتهم وراه ما لقيت رسومه راه لقيتهم ولدي، واش غادي نقول لك ها انت ولدي بغيتي تتحرك بهم، ها انت شي قلب ولدي على الحق، راه كان الاب ديالك النيت راه كنطلع عند العامير كنطلع لهنا، المهم راه ما قدرش يكمل. هي هذيك بغيتي ولدي تقدر تكمل، ونيت كان الاب ديالي نيت فاش كان بالحياة قال لي انت وليدي بغيتي تجرح على حقكم تقلب على حقكم، ها انتوما ما بغيتوش تقلبوا على حقكم وليدي خليوا هذاك الشيء لله. كان الاب ديالي كان قانع، يعني حتى حنا طلعنا بحاله قانع مسكين ما عمرو كيطلب شي حاجه كثيره، هو تيطلب حاجه هذا حقه وخلاه ليه باه والو والله ما تيطلبوا. واخا لقيتوا هاد الاوراق لقيتي هاد المسائل مشيتي تسول شي؟ فاش مشيت نسول هبط المحافظه قال له ودي اييه كاين بالاسم ديال جدكم، اييه صحيح هادشي كاين، وين يا خويا هاد الارض ديالكم راه خصكم طلع جيت سنترال ما عرفتش انا ديك البلاصه اللي صيفطني ليها، قال لي بحال كتقول كتحضن، يعني كتحضن الانسان اللي ما سولش في الارض، الانسان اللي ما سولش في شي ارض كتديها كتحضنها ما عرفتش انا شكون باش ما نقدرش نقول هاد الامور هذه اللي تكون ربما صعيبه عليا انا الشيء اللي قالوا لي. قالوا له ودي طلع سي سول، فاش طلعت سولت قالوا له ودي هاد الارض ديالكم راه تبعت. قلت له ما يمكنش جدي راه فوقاش بعدا تبعت، قال لك في 2007 واقيلا ولا في 2006 قال لي، المهم تقريبا. قلت له شكون هذا؟ قال لي المهم حتى تجيب لي اخويا وثائق اخرى الا كتثبت بلادي ديالكم الا قلت له هي مسجله، قال لي لا هذه خريطه. بعدا قبل ما دام مشيت انا لتمايا هبطت بعدا البلديه. هذا بلان هذا كروكي هذا هي بلان باش نهضر منطقي باش نهضر صريحي. هذا هي بلان، فاش قبضت انا ذوك الوريقه واحد الوريقه صفراء هي اللي فيها الارض. فاش هبط البلديه فاش كنبحث فين جدي فين مدفون قالوا لي ما كاينش ما قلب انت. قلت ما يمكنش البلديه هذه راه ضروري ما تعرفوش انتم ما تعرفوش فين الانسان مدفون. يا هذيك جا واحد الصديق ديالي قال لي هادو راه نصاب هادو بقا ينصبوا عليك هادو صافي هادو راه بغاو يتلفوك ولا ما عرفوا هادي صافي خديتها هكا قلت صافي قلت له ناقص قبضت هذوك الورق بصراحه قبضت هذوك الورقة قطعتهم كاع قلت ما عندي ما ندير بها الحمد لله عندي دريعاتي عندي هادي بصراحه دابا كنهضر قلت له عندي دريعاتي الحمد لله ما عنديش مشكل. يا هذيك قال لي واش الشديد دير سير طلع للمحافظه مشي شوف بعدا شنو كاين خلي دابا هذاك العدد المتوالي الورثه خليها من بعد سير بعدا طلع بعدا المحافظه شوف شنو كاين بعدا واش كاين الارض ولا ما كاينش شوف بعدا كاين الارض ولا ما كاينش. فاش طلعت لقيت بفعل كاين الارض، وين قال لك راه ما عندناش دابا هنا راه ولات داها
ديك اللي كتحضن الارض اللي كتحضنها راه دات حدا سانترال، ما عرفتش انا المهم راه معروفه سانترال في الحمريه، راه كاين واحد البيرو تما ديال شي اداره تما حدا في جنبها. واش املاك مخزنيه واش دومين حدا حدا المخزن النيس حدا السلطه يعني حبوس واش كل ما نعرفش اخويا انا نعتوا لي الناس يعني الناس اللي نعتوا لي ما عارفش ما عمري وصلت. دخلتي لهاد الاداره بس سولتي عطيتيهم شي اوراق؟ عطيتهم هادي واحد السكريتي في الباب عطيتو عطيتو هادي قال لي اخويا انا يجي مسؤول فاش جا المسؤول بقيت شحال وانا كنتظرو شي تقريبا شي ساعتين وانا في الانتظار ديالو. هي هذيك فاش جا عندي المسؤول طلع عندي الصالحه صدفني يعني ما استقبلني احسن استقبال صراحه باش نضرو صريحين. طلعني البيرو ديالو قال لي جلس تفضل شنو هو المشكل اللي عندك؟ قلت انت المشكل اللي عندي بغيت هاد الارض نشوفو فين كاينه وفين الوضع ديالها كذا. قال لي واخا بقى كيضرب في البيسي شاف البلاصه ديالها فين كاينه زيت اولي ما بدا كيسمي لي المناطق ما بقاش عاقل فين كاينه بقيتش عاقل اخي. شنو المحسوبه هي تقد تما شنو المنطقه؟ المهم هي قروان منطقه قروان منطقه قروان واش اي تولال هكا بحال اي تولال سمى لي هذه اي تولال وهذا اللي قلتي دابا اي تولال واي تعزم انت عزم في هذيك النواحي. قلت له اخويا شوف لي اخويا راه قضيه. قلت له راه لا اله الا الله راه وضعيه. قلت له ما انا ما نقول لك. قال لي اخويا شنو نقول لك؟ هذه راه تبعت راه داتها واحد السيده 2007 واش 2006 ما بقيتش عاقل بالضبط. انتوما ما سولتوش عليها؟ قال لي فاش ما سولناش حنا عليها. هذا هو السؤال المطروح. هي هذيك. قلت له واش نقول لك؟ قال لي واش عندك شي وثيقه؟ قلت له ودي راه كانت عندي وطلع لي الدم قطعت كل شيء. ملي ما قالوا لي واش دي جدك شي قلب عليه فيه مدفون قلت طلع لي الدم صراحه نهضروا صراحين. قبضت هذيك الوثيقه لا قبضتها وقطعتها صراحه انا كنعترف كنعترف بلي راه صافي. راه هذيك الوثيقه راه هي اللي غادي تبين لك هذيك الارض واش عندكم فيها وثيقه اصليه هذه اللي قطعتي؟ اصليه لا اصليه وصفراء كاع قديمه بزاف وناشيه باش نهضروا صريحين. رسم باش نهضروا منطقيين بالاسم ديال الجد ديالنا. ماشي نهضروا كنهضروا دابا اللي انا مستغرب له دابا نخليو احنا ممكن يتجبدوا هذوك الوراق راه ممكن اي حاجه كتجبد راه هنا التيتر اي بلاصه واخا يمشي لكاع التيتر كتجبدوا بالرقم. نعم كتجبدوا. ولكن هاد البلاد نتوما ما عندكمش عليها تيتر. عندي هي ورقه انا لقيت هي ورقه. هي ورقه وحده هي اللي لقيت. بالاسم ديال هذيك الارض بكذا كذا الى اخره. وعمتك هي اللي فيقاتك لها. هي اللي فيقاتنا باش نضرب بصراحه. انا ما كنتش ما عنديش علم على هادشي. دابا انت دابا على حساب الكلام ديالك يعني اللي كتقول يعني عندكم هاد البلاد كامله. انا ما عمرش عايش في الفقر. انا عايش في الفقر انا ماشي عايش في الفقر. نروح للفقر. داك الفقر اللي وصل لحد لفان ديالو بصراحه باش نضرب صريحي راه نهار ناكل نهار ما ناكلش نضرب صراحه. ماشي ما كنقولش هذا الكلام باش نقول لكم ودي انا راه شوف انا راضي بحكم الله انا كنرضى بالله كنرضى بقسم يد الله ان الله لا عز وجل هو اللي كيقتل هو اللي كيحيي. انا المشكل ديالي ما باغي حتى شي حاجه من هاد الناس. انا ما بغيت انا بغيت منهم يشوفوا الوضعيه ديالي يحنوا فيا يعني وعطوني واخا يمسكن عطوني سكنه فين عيشه الوليدات فين ربي هاد الوليدات ديال ما كنعرف المجتمع ديالنا شي شويه قاصح الله يحسن العوان. حتى واحد ما صبر قال لك الا كانوا عندك الوثائق كاين اللي يشري من عندك هاد الملك. اخويا قول له كاين هي خريطه الذي يشري انا متفق مع هادي اخوتي يديروا الوكاله خصو يبحث باش نهضروا معاه صريح. انا الوثيقه انا مازال كنقولها ونعاود هذيك الوثيقه طلع لي الدم قلت لهم انا جدي لي فيه مدفون انا كنضرب الادله ونهبط نقولها يعني مباشره نقولها في وجهه انا بلا داعي بالاسم انا عارف الاسم ما كيجبدوش الاسماء انا عارف الاسماء ما كتجبدش اذا ما خصنيش نقول لك الاسماء صافي. ملي قال لي ودي راه جدك راه باع شوف اخويا قلب عليه مش نقلب عليه مش نقلب عليه انا في الروطه ما انتم مسؤولين انتم البلديه اللي مسؤوله راه مات هذا السيد تنعرفوا فينا قبر مشى القبر ديالو انا كنت باغي باش ندير عدد متوالته يعطيك السلام بينوني بحالي راه مازال حي. انا با توفى راه بالفقصه الحبيب با توفى بالفقصه نهضر معك صريح با راه بات صغير با راه كان مجاهد كان با سبحان الله زعما صراحه كان تيحب هاد البلاد كان با في المسيره يعني كان با يعني كيحب الوطن ديالو كان بدري عازو حتى هو صناعي كان كيصلح الثلاجات كيصاوب الثلاجات كانت ديال صناعيه حتى هو كانت الامور ديالنا مرقعه زعما صراحه اللهم لك الحمد ما نكروش خير الله. واني ملي مات الاب ديالك كتعرفوا الوالدين ملي تيموتوا صافي كل واحد كيقول راسي واش كل الوالد دابا انت ومن كاين دابا؟ انا هو الاخت ديالي صافي فقط دابا انت كاين انت والاخت ديالك والعمه ديالك صافي هي اللي كاين وليداتها
ولي داس خلاص. اذا هادو هما اللي داخلين في الارض، نقدروا نقولوا هادو هما اللي داخلين في الارض، اللي داخلين في الارض. اما هي اما هي هما خلاص عايشين بخير، باش نضرب منطقي، عايشين بخير، كيديروا الخير هما، هما تيديروا الخير للناس، ما عمرهم داروا فيا الخير. انا كنقولها في هذا الفضل، انا عمتي كنحتارمها، انا اخت اخت الاب ديالي، كتحن ربما كتحن في جيل الوليدات تعطيهم اللي قسم الله، هذه ما نكروهاش، يعني ماشي حاجه مثلا توقفني وتعاونني، لا. يعني بلا ما نقولوا فين كتخدم، يعني مركز كبير، ما غاديش نقولها، مركز كبير كتخدم. يعني الابناء ديالها تصور كلهم في اللي في، انا بنت عمتي في قاضيه، ولاد عمتي يعني في اداره الشجون، تبارك الله خدامين بخير بخير. انا وصلوا علاش علاش هي كتبحث، كتعرف فين تمشي، تعرف فين تجي. اما انا ما كنعرفش فين نمشي، كنعرف فين نجي. كان عندها اختلاف مع الام ديالي، هاد العمه ديالي كانت عندها اختلاف مع الام ديالي، اختلاف يعني قديم، شي حاجه قديمه هي ديك، فاش كانت ما بقاش بغيت تحن فيها. خويا العزيز عبد العالي، بلا ما نبشو في الماضي، كما كنقول هذا ماضي صراحه، انت ماضي داز، وهذا يعني هذه عائلات كتبقى تفرار، ما كنحتارمو انا عمتي، انا هذيك كنحتارمو من هذا، لا كنحتارمو، كتبقى عمتي شي في القبر وشي في صراحه عمتي، الله يخليها لي، اللهم صل يحفظها، هذا هو اللي كاين صراحه. اليوم انت يعني خرجتي بهذا التصريح هذا، وتواصلتي مع قناه شوف تي في، من بعد كما قلتي انه وصلت العظم، وصلت العظم بزاف اخويا، والله العظيم وصلت العظم. انت دابا رزقك كتشوف فيه، حتى هذاك رزقك، ولا هذيك البلاد ديالك، ديك الاراضي، الا بغيتي تنوض لها كما قلتي، خصك لها تصرف بعدا، خصك ما تصرف عليها، خصك ما تصرف باش تعرف باش توصل لها. واش هي طاكسي؟ دابا نهضر منطقي، دابا نهضر بصراحة، محامي ولا باغي دير شي حاجة، نهضر بصراحة. لو راه عندك كيدير تمشي، راه كيدير تمشي، وراه الا تحركتي دابا، الا بغيتي تمشي شي بلاصة، خصك طاكسي، خصك مصروف ديالها، باش نهضر منطقي، خصك باش تحرك. وانت خرجتي تحرك، واش غتمشي تحرك باش تاكل خبيز، باش تاكل هاد الولاد، ولادي تحرك باش تمشي تنقد الاسره ديالك؟ يعني ما انا ما بين قوسين كما تيقول، ما نهضروا صراحه، ما عنديش الجهد باش نتحرك، ما عنديش الجهد باش نهضروا صراحه، الجهد يا جار الله. انا كنتمنى من المسؤولين، يعني واش تجيب لها الوليدات ما ياكلوا؟ انا بغيت هي ولا غتمشي تجري على الاوراق والاداره؟ هذا هو المشكل، ما يمكن لياش، باش نهضر معك صراحه، ما يمكن لياش نمشي نجري، راه ما يمكنليش، ما عندي كي ندير، نهضر صراحة. ولكن انت مأكد انه كاين البلاد ديالكم؟ لا كاين، لا كاين اخويا العزيز، وحقنا يعني تيقولوا الناس، الناس مسؤولين في البلاد، الناس مسؤولين، تيقول لك كيف بقيت نبحث على التاريخ، هذا شي مات شي مازال. شحال النصيب ديال باك هاد 500 هكتار؟ النص 250. 250 الشركه الكبيره. البلاصه اللي كتكلم عليها كي دايره ولا لا؟ راه انا ما شفتهاش اخويا، انا ما شفتهاش. احسن المناطق احسن المناطق واني انا ما شفتهاش، باش نضرب صراحه، انا ما شفتهاش، انا شفت غير الوراق هي اللي شفت، والادله هي اللي شفت، صافي هذه اللي شفتها. دابا عندك الوثائق عندك؟ لا حاليا اخويا انا عندي الخريطه، باش نضرب صراحه، يعني ما عنديش شي وثيقه اللي كتثبت هذه المسائل، باش نهضروا صريحين، باش نهضروا منطقيين، لا بغاو يحنوا فيا، لا شافوني، الا بغاو يحنوا فيا، بغاو يعطفوا فيا، بغاو يعطفوا على ولادي، ما يعطفوش عليا انا. انا الحمد لله عندي دراعي، انا فيما مشيت نخدم، ما عنديش مشكل. بغاو يعطفوا على هاد الوليدات، ندير لهم واحد المسكن ديالهم، صافي هذا هو اللي بغيت، هذه هي اللي بغيت انا كاع في الدنيا كاع كامله، ما بغيت حتى شي حاجه. وانا مستعد، انا تصورت العمل نحبس منه. يعني قوة الظروف، قوة هذه، قوة هذه، حيد هذه، زيد هذه، حيد هذه، زيد هذه، كتجي بزاف اخويا، ومقصح بزاف، نهضر معك صريح، مقصح بزاف، وهي كنصبر، هي صابر، انا ماشي، انا واخا اصلا ما كناش دايرين باش نديروا التصوير هنا، واني باش جي، انت جيت على غفله، باش نهضر بصراحه، نعم انا كنهضر بصراحه، انا ما دايرش معك، باش اقسم بالله العلي العظيم، يا ما داير مع هذا السيد باش يجي عندي البحث اللي داير اساس، هو جا على غفله، هو هذه الحياه اللي باش عايش انا والوليدات ديالي. انا ما عنديش حتى بلازما، شي بلازما ما عنديش بحال الناس. ماشي قايد بلازما، انا ماشي كنقولها بهذا المنطق، انا كنقول لكم ودي انا ما عنديش ولا كذا، انا بحال اللي كنطلب، بحال اللي كنطلبكم، انا ماشي كنطلب، انا ما كنطلبش، انا كنطلب حقي. يعني الله ينصر سيدنا، قالك اللي بغى حقه يتبعه. يعني خاصك تبع حقك، عندو الحمد لله بلاد الحق وقع. يعني الحمد لله كيقول لك الانسان خصو، ولكن خصو يتبع حق ديالو. دابا حقك انا، حقك انا معاك فيه. ياك؟ ولكن انا باش غنعرفوا حقكم هنا فين كاين المشكل؟ ولا قدرنا نقولوا حتى حقك غادي يكون حق ديال وحدين اخرين. صحيح صحيح، ربما 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 عرفتي هادشي شكون اللي كيدوي فيه؟ ربما فيه الوثائق، اوراق ثبوتيه. صحيح صحيح، ولا ما كاينش اوراق ثبوتيه، كاينين الشهود. صحيح 12 شاهد كاين، كاينين اخويا الشهود وين توفاو، والناس كبار في هاد البلاد، هادو كانوا كبار، يعني راه كانوا ساني معنا حتى في الجواج ديال جداتي،
الناس المسؤولين كبار كان يعني بلا ما نقول الجد ديالي في كين فين كان ولا فين كان، المهم العائله ديالو كلها مرقعه معروفه الحبيب. انا نهضر معك صريح بصراحه، انا ما كنبغيش نجبد الاسباع، انا ما باغيش نجبد، وانا اللي مدمر، انا هو الوحيد اللي مدمر. تصور دابا دي معايا، دابا تصور دابا عمتي طلع لي انت اخويا فيك الديفو بحالاش ما مادي حد ما بلي كتخسر فلوس. لا والو والله، لا لا عدو بالله ما عمرني اخويا كذبش عليك، ما عمرني باش نديرو غير هكا. صحيح صحيح معقوله انا درتك صحيح، لا انا متفق مع اخويا بصح انا عائلة انا ماشي هو هذاك بصح ربما لا ربما، وين هاد الناس ما عمري اديتهم، ما عمري قربتهم، ما عمري تسلفت من عنده، ما عمرهم عطاوني، ما عمرهم مثلا عطاوني واحد القدر الفلوس وطبيتها. صافك معاك الهضره اللي كتقول، انا مع اخويا وانا ما عمري سلفت منه، انا بذريعتي كنخدم بذريعتي، انا ولادي ما عمرهم كلهم لي شي حد، ما عمر شي واحد دق عليا وقال لك اخويا واحد جوج ضوينات لوليداتك، لا عمر. انا كنتقلد بيه. شحال دابا ما خدمتيش؟ دابا تقريبا اخويا غادا دابا حاليا، دابا حاليا تقريبا نقول غادا ثلاث شهور انا جالس، اي جالس نهضر معك صريح. يعني كنخدم تاعي سويتين تنطيباني من السبت للسبت، مرة الجمعة، مرة نهار في السيمانة، إلا احتاجوني عاد تعيطوني، إن عندهم الفرقة ديالي. نعم، وأنت دابا معنا الآن على المباشر، شنو نداءك وشنو طلبك الناس اللي كيشاهدونا الآن على قناة السوق ديالك؟ خويا الطلب ديالي اللي يشوفوا لي شي عمل، يعني شي حاجة اللي نوكل وليداتي، صافي. ما نطلبلهم زعما شي طلب، نطلب شي حاجة كبيرة، والله ما غادي نطلبها لخوتي، ما نطلبهاش ما نطلبهاش، ما نطلب شي طلب. تصح حاجه كبيره والله ما غادي نطلبها، نطلب غير الوضعيه ديالي تصلح الحمد لله. والارض ديالكم الا جمعتي لها الوثائق راه ممكن تاخذها، ممكن ناخذها. اه الورث حلال حل الله عز وجل. اه صح، واللي تيتركوه حرام، واللي كيتركوه حرام. قايل عبد العالي 250 هكتار راه ما سهلاش اخويا، تحول بزاف اخويا العزيز بزاف، وهذاك الشيء داز عليا ما يدوزش حتى على اخويا. انا كذبش عليك وكنت سول دابا عليه وتخرج على برا تقول يقول لك عبد العالي مسكين، راه ما مسكينش الله يهديك، راه انت اللي مسكين. علاش ويلي كنشوف الضحيه ديالو ماشي هي هذيك، هي هذاك حنين، انا ماشي كنبينها راسي. تتصور دابا تمشي عند الاصدقاء ديالو يقول لك هذاك راه درهم اللي في جيبو يقسمها معك، يشوف شي واحد تتقطع. انا تصور حولي خديته شفت وحده كتبكي ما عندهاش باش تعيط، وتصور ما عنديش، انا مشيت شديت كريدي من الجمعيه الان، كتسني الجمعيه الان اقسم بالله عندي الوثائق باش شد الكريدي، والله هذه مشيت عطيته لها وبقيت انا بلا عين. غريب هذا الشيء ياك، ما غاديش يجيك غريب. انا كنكذبش عليك، انا عزيز عليا الدرويش حقاش انا دايز في المحنه، دايز عليا الدكاكه، انا ما لقيت لا حنين، انا ما لقيت عمه جيب لي، ما لقيت خالي جيب، انا ما حليتش عيني، حليت عيني في امي وبا اللي كيجيبوا لي، انا ما حليت عيني حتى شي حد. تصور حتى با ما بقاش يمشي لعندهم، عائله عندي في كازا كبيره بزاف بلا ما نسمي الاسم بلاصه، المهم نسمي هو المنطقه شارع بورغو، يعني تبارك الله كلشي ديالو. عمر شافني شي واحد، عمر شي واحد قال له نبحث على ديك العائله مسكينه نشوف نقدوها، هي نقدوها، ما عمر شي واحد جا كيقلب عليا، ما عمر. هذاك دمنا ارا نجيبو عاد. اه نحنو في نحنو في الناس، الله ما قري اقرب عليك ولا. واخا اجي عمتي ولا اجي فلان ولا فلان، بلا ما نسمو فلان ولا فلان. تعرف هذا الزمان هذا شكون اللي غادي يعقل عليك اسي عبد العالي، راه خدم وضرب تمار على راسك. انا مستعد. والله العظيم اخوتي شوف المشاهد كنتي كتبيع وشريك الهديم؟ كنبيع في الساحه في الهديم اخويا، معروف عند مخازنيه، معروف عند مقدمي، معروف سمعه طيبه. ماشي دابا كنشكر لك راسي، خاصك دابا تسالي معايا، تسالي معايا ان شاء الله وتمشي تسول عليا، تقول ما داك السيد كي داير؟ نعم حنين حرم راسي، راسي نحرمو. ما بقيتش اخويا نبيع وشريك عندي لا سلعه لا والو، باش نهضر معاك صريح. الظروف اللي دازت عليا قاصحه اخويا، قاصحه بزاف. راه واحد اخر طاح في واحد شي ولدي طاح له غادي يمشي يسعى به، انا ما نشعيش بسعيش بولدي انا، انا عندي بعتو ومشيت شديت كريدي. غريبه تجيكم هذه الهضره، هذه تجيكم غريبه. من هذا باقي كتحافظ عليه ومازال 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 وموصل قلب. شنو كطلب من المغاربه الان وشنو رسالتك؟ رسالتي اللي كنطلبها اخوتي، راه عندي بيرمي، عندي الحمد لله بدريعاتي، والله العظيم بدريعاتي وجربوه خوكم، بدريعاتي باغي باغي، انا اي خدمه ما عنديش مشكل، ماشي تنتفنك، عطوني البلاصه الفلاني، بوست بغيت الفلان الفلاني، لا لا، حاجة اللي قال لك كتوكل الخبي، طرف الخبز كل زيلة، ما عنديش مشكل، شي حاجة فين نخدم، شي حاجة مثلا شي بيع وشرية فين ندير، شي تجارة، أنا مستعد، ما عنديش مشكل. الرقم ديالك؟ الرقم ديالي 06 81 50 03 13، 06 81 50 03 13. اذا اش نقول خوتي؟ نعم مشاهدينا متابعي قناه تشوف تي في، وكما تابعتوا معنا كانت هذه القصه ديال احد اخوان قال لك خاصك تمشي للمحكمه، اما هاد ما عنديش
نعم اخي، كان خاصك تمشي للمحكمه تسوي على راسك، تمشي لعدد من المؤسسات ممكن انه تعرف المصير ديال هذه الارض هذه. مش متابعي قناة شوف تيفي ودائما هو على المباشر، كما تابعتوا معنا القصة ديال هاد الزوج اللي يعني ظروفه خارجة، يعني كما كنسمعوا الآن وعلى حسب تصريحات ديالو أنه كيعيش ظروف قاسية وخصوصا على المستوى المادي. الله يحسن العوان، كل واحد والظروف ديالو كما كنقولوا، ولكن كيبقى كيقول كما سمعنا السيد أنه كيقول لك أنه عندنا إرث ديالنا، عندنا أملاك ديالنا اللي ممكن أنها تقلب لنا الحياة ديالنا، ممكن أنه نعيشوا وضع أحسن من هذا، لكن حتى هذاك البلاد ولا حتى هذيك الاراضي ولا ذاك الورث الا بغيتو خصني نمشي نجري عليه وخصني ليه فلوس وخصني مجموعه ديال الاشياء. فكنتمنى من الله الله يدير ليه الخير. الرقم ديالو هو اللي موضوع مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي في هذا العنوان هذا، اللي ممكن انه يقدم ليه يد المساعده او استشاره قانونيه او يد العون في هذا الباب هذا. فكنعرفوا انه كاين جمعيات، كاين ناس اللي كتشتغل على مثل هذه المواضيع ولا مثل هذه الملفات، وكما كنعرفوا كاين اللي كيخدم معاك فوالا بورسونتاج ولا كيدير معاك واحد النسبه وكيجري معاك واحد الملف كما كنقولوا، ومن بعد تحقيق الهدف فكياخذ النسبه ديالو وكياخذ النصيب ديالو. عارف هاد القضيه السعد العالي؟ لا عارفه. نعم. فكنتمنى انه كنقولها من دابا، كنقولها من دابا، اقسم بالله على هذا انا انسان قانع الله يتعطيه النص، انا قانع وكنقولها وكنتحمل المسؤوليه. انا قانع، انا يعطيني شي حاجه وحده، هي السكنه، ناخذ هي السكنه وفين نبيع ونشري، فين ندير التجاره ديالي فقط. نعم 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 نعم. ما تخمعش، انا ماشي طمع، انا خصني ناكل شويه وخصني ناكل، حيت مازال الناس مساكن تما ما عندهمش هما في حالتهم شخصيه. نعم. ماشي نبغي غير نفسي، لا ما كنبغيش انا راسي، انا واحد النوع اللي ما كيبغيش راسه خويا العز، انا اللي عطاوني حتى انا خصني نعطي لواحد اخر، حيت واحد اخر عايش كثار مني حتى انا، حتى هو بحالي مسكين مدمر، شنو اللي كيحس بالدمار اللي مدمر. شكرا لك اخي مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. كنتمنى انه الرساله ديال هذا الاب هذا، اب ثلاثه ديال الوليدات، انها توصل يعني وتلقى القلوب الرحيمه وكذلك تلقى التفاعل الايجابي. كان معكم مراسل القناه من هنا من العاصمه الاسماعيليه منير معطاوي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.